حي الله من يعني ونور مكاني. الله يحييك يسلمك. ان شاء الله دوم تكون عندك ليالي سعيده وفيها امل ونشاط وحيويه وكل الامور. امين ان شاء الله ان شاء الله. اليوم راح تنورنا معانا اليوم راح نسمع غنى احمد ان شاء الله. اكيد حاضر. انا عارفه ضيفي ومفتخره في ضيفي بس تبون تعرفون عدل شوفوا هالتقرير. بالرغم من عمر الفن القصير والمتذبذب بين الفترة والأخرى يبقى صوت الفنان أحمد الحريبي من أجمل الأصوات الكويتية التي ظهرت من قبل 20 سنة وحتى اليوم. لا تسأليني عن زماني اللي نفى زماني. الفنان أحمد الحريبي أحد نجوم الغناء الكويتي يملك صوتا متميز وثقافة موسيقية كبيرة تشكلت موهبته في بيئة فنية أصيلة وصحيحة على يد والده الكبير الراحل صالح الحريبي. أمس الضحى مدلهن واليوم أنا عمس الذي أثرى مكتبة الإذاعة والتلفزيون والساحة الفنية منذ 50 عام بأصايل الأغنية الكويتية والخليجية والعربية. فهو معلمه الأول وقد تعلم على يده المقامات الموسيقية في سن مبكر. خلال مشوار الفني قدم عدد كبير من الأعمال إلا أنه ابتعد عن الساحة الفنية لفترة لعدم رضاه عن بعض ما قدمه وبسبب تراجع وضع الفن في الكويت إلا أن عاد إلى جمهوره ومحبيه من جديد كان عاشق للفن الكويتي الأصيل. الفنان أحمد الحريبي بصوت العذب ضيفنا اليوم في الليلة. والله أيام والله كانت حلوة جميلة جدا. ولا كانت فيها أغلاط تبي تنساها؟ لا ما فيها كانت يعني أغلاط وايدة كثر ما في استمتاع أكثر حلو وعطاء أكثر يعني كانت كانت فرص حلوة يعني. رحمة الله عليه الوالد الله يرحمه. بس سؤالي لازم ولد كل فنان يطلع فنان؟ لا الفنان موهبة يعني إذا ما عندك الموهبة لا تغني حتى لو أبوك فنان أو أبوك يعني من كبار الفنانين. الله يرحمه والدي يعني كان يقول لي لو ما عرفك أنك فنان ما خلتك تغني يعني بس عارف انت شنو عارف شنو ثقافتك شنو عندك وشنو اللي تقدر تقوله ولذلك انا مقتنع فيك ولا انا ما ادخلك الساحة يعني بايدي كذي وانت ما يعني ليس كفء المكان هذا يعني. فصعب ان الواحد يكون يغني علشان والده او اخوه او يعني احد من اقربائه يعني لازم يكون عنده الموهبة. حلو. عمي صالح حمى كان عنده برنامج محمل الفن. اي نعم. وراح البرنامج؟ لا ما راح ان شاء الله. لا ان شاء الله انا امتداد له وراح ان شاء الله نكمله. متى هذا الخبر اللي قريب جدا قريب العاجل ان شاء الله بالتعاون مع تلفزيون الكويت؟ اي طبعا تلفزيون الكويت وطبعا بهذه المناسبه يعني من خلال تلفزيون الكويت العزيز على قلوبنا توجه بالشكر الى معالي وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح الله يحفظه ويطول عمره. يعني هذا الرجل دائما كان سباق للخير ودائما يعني من كان حتى والدي الله يرحمه كان الله يرحمه في المستشفى وكان دائما يسأل ودائما يتواصل معنا ودائما يعني مهتم بحالة الوالد وحتى بعد وفاته الله يرحمه كان جدا يعني متأثر. وبنفس الوقت لما رحت له وقلت له طويل العمر ترى احنا نبي نكمل محمل الفن وانا اللي بكون يعني قال بالعكس شرفنا وهذا يعني احنا ودنا. فالرجل يعني مهما اقول عنه انا مقصر من طيبه وهو طبعا مو شيء غريب عليه اكيد يعني بصباح الله يطول عمره معالي وزير الاعلام يعني دائما سباق للاشياء الجميله وصاحب فكر نير يعني لا نظرة في المواضيع لا نظرة أكيد. كبيرة يعني طبعا وتوجه للشكر طبعا حق وكيل الوزارة اللي هو طارق المزرم والأستاذ محمد المصري
طبعا حمد المصري يعني من الناس اللي ما قصروا معانا الحقيقه، حركه ابو عزيز ما قصر، والمخرج جوهر الجويهل يعني على اهتمامهم وتشجيعهم حتى لي، لان فعلا كانوا هم متشوقين انهم يسوون البرنامج هذا مره ثانيه. لا ان شاء الله بنلاقي خير، ويمكن بعد شوي راح نرجع نشوف لقطات من هذا البرنامج، لان لابد ان التلميذ يراجع ملفات استاذه طبعا علشان يتاكد من الموضوع ويكمل طبعًا المسيره. طبعا لانها مسؤوليه هذه. اكيد اكيد طبعا. نبي نسمع، اشتقنا لصوتك لانك قاطعنا من زمان. ابي على ذوقك. على ذوقي؟ إيه؟ والله على ذوقي يعني هذا في اشياء وايده. اي عشان كذا اقول لك على ذوقك، انا ادري ان ذوقك حلو بالاغاني صراحه. راح نسمع وايد الاغاني اللي انا احبها الحقيقه، ولها معنى كبير عندي انا يعني. اكيد اكيد انا كنت اسمعها صوت عمي صالح الله يرحمه، كنت احب انه هو يهيم بالاغنيه، يعني كان يعشق الاغنيه من كلام من لحن من يعني حتى لما يكون عنده اعتقد تسمونه انتم كوبليه او مقطع موسيقي بين بين كلام وكلام، يعيش الحب هذا. موجود عندك هذا الشيء؟ شوفي يعني أي فنان يحب الفن يحب يستمتع بكل جملة تنقال، هذا شيء مهم. هي الموهبة هي اللي تحتم عليك أنك أنت شنو اللي تسمعه وشنو تحاول تقوله وشنو اللي تحاول تقدمه، فشيء مهم هذا. إذا أنت منت موهوب ما تقدر ما تقدر توصل، لأن في أشياء ما تدرس، أشياء تنحس بالإحساس بس. حلو، طيب نبدأ مذاكرة نشوف من محمل الفن علشان نبدأ نذاكر ونصير نشيطين وننطر الأبديت الجديد من هذا البرنامج. ورونا شباب. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم محمل الفنون. كالعادة محمل الفنون يحمل السامري الخماري الدوسري القروي الصوت اللعبوني، اللعبون في جميع فئاته، السامري في جميع فئاته. رهبة بالتلفزيون راح تكون. الرهبة ما راح يعني، شوفي الرهبة هي نجاح. عرفتي؟ بالنسبة لي للتلفزيون يعني التلفزيون احنا تعودنا عليه، ويعني انا ولد الاعلام الكويتي، وطبعا ذكرتيني انا توني شكرت معالي الوزير، شكرت استاذ محمد المصري، طبعا ما ننسى الاستاذ ابو محمد يوسف مصطفى. اكيد اكيد هذا الرجل
ما ننساه على مواقفه معانا الحقيقة. يعني حتى في برنامج التقرير عن الوالد الله يرحمه في وفاته صراحة هو بنفسه اللي اتصل علي وهو اللي اهتم بالموضوع هذا، ما يقصر، كان جدا جدا الإنسان هذا راقي جدا أنا تدري في تعامله وفي محبته وفي اهتمامه بالفنان الكبير. يعني أنا اللي يعجبني إنه يعني لما تلقى إعلامي أو مذيع نعم مسك مكان يخص الإعلاميين ايه؟ بكذي انت ارتحت من أشياء وايد، عرفتي؟ يعني هذا مهم جدا إنك تلاقين واحد يمسك منصب في الإعلام يقدر هؤلاء الفنانين. يعني ما أنسى كلامه لي لما كان متأثر جدا ويكلمني يقول لي إحنا كل يوم هالفنانين الكبار كأنهم أوراق شجر يتساقطون، يعني ونبي نكرمهم ونبي نعطيهم نبي نعطيهم نبي امتداد لهم أصلا. فأبو محمد الله يجزاه خير ما قصر يعني، وأقول له شكرا شكرا يا أبو محمد على مواقفك الطيبة. طيب أنا يمكن فترة من الفترات سمعتك تغني الفصحى. اي نعم. ليش ما استمرت؟ لا هي الفصحى لها جوها لها وقتها يعني. مو ما استمريت بس يعني تعرفين معظم الشعراء يقولون النبطي ما يقولون الفصحى وما يت مناسبة، يعني يمكن المناسبات أكثرها تيجي في الابتهالات الدينية مثلا مهرجان القرين مهرجان القرين يعني. بس قصيدة مثل هذه لازم تكون طويلة وتعرفين أحيانا الوقت يصير ضيق يعني ما نقدر نقدم ما نقدر نقول كوبليه يعني منها. شنو هي اي قصيده تكون بالفصحى نقول كوبليه؟ لا شوفي قصايد الفصحى يعني انا اللي حافظها في مثلا اشياء من العمالقه هذول اللي لهم باع اللي صنعوا الفن العربي، مثلا رياض السنباطي يعني عندك مثلا قصيده اشواق لغه عربيه فصحى هذه من القصائد اللي لن تنسى يعني، ومن أجمل الألحان اللي غناها الصنباطي ولحنها. بس ما يبي لها تقول كوبليه، يبي لها ناس قاعدة وسميعة. أي طبعاً يعني الجو هذا يعني تبين أسمعش منها؟ والله يا ريت كوبلي. كنش ما يعني على أساس. من مساع وأنا نقز نقز نقز. بس هي فيها شوي يعني طويلة شوي. يا. أشواق. أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات أعلى بالك ما مشرقات لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات عندما يعرضها صورا تجنو الذي ضيعته
يعني حسستني جد نسيت لي وهلا ان احنا ممكن نكون قاعدين هني. الوضع حسيته إيه بس راح وجمهور صحيح بس هذا الجو يبيله سماع يعني يبيله وقته تعرفين يعني الحياه الحين تغيرت بس الفن يبقى فن لا يصح الا صحيح الحياة. يعني احنا اللي نخلق الحياه احنا طبعاً. اللي نغير طبعاً. بس ما دام ان بنخلي الحابل يختلط بالنابل وللأسف قاعدين نشوف أشياء قاعد تطفح على السطح ما المفروض أنها تطفح لو نتمنى والله نتمنى يعني نتمنى أن يرجع الفن الأصيل يرجع لأن عندنا جيل قاعد يتربى يعني ما أبي أقولش على فن خطأ لازم يتربى على فن صح أصيل حتى لو قد يتربى على هوية مو هويتنا لا عاد الهوية هذه موضوع ثاني الهوية وينكم؟ جيلك أغلبهم توقفوا عن الغناء وحتى لو كانوا هم ممارس للغناء إلى حين مو مستعد ينزل سنجل كل واحد لأسباب ترى الكل واحد لظروفه لأسبابه فالأول والأخير هذا يعني شيء يعني سبحان الله قسمه نصيب يعني قضاء وقدر واحد مرات توافيق يعني هي توافيق تحس أنك متوافق هالمرة إن شاء الله بإذن الله دوم إن شاء الله متفائل صغير ونريح فيه ونرجع إن شاء الله بنكمل بالأحلى بالغناء مع أحمد العربي أحب منظر الديرة من فوق وأحبها بالليل تحب الديرة نفس الشيء تشوفها بالليل من فوق أجمل منظر أحبها أجمل منظر ما أدري تحس أن الأمان سبحان الله يبين فيها من فوق كويت حلوة الله لا يغير حلوة حلوة, حلوة بأهلها حلوة بناسها تراثها بفنها كل شيء حلوة ليش ما نرد بقوة حق التراث نرجع شيء من ريحة التراث جاهزينه هو محمل الفن احنا ناطرين احنا نبي على قولتهم دعم يعني اي تشجيع ولها بس طيب الفترات اللي انت تريح فيها ما تغني لا حفلات لا جلسات ولا غيره الصوت ما يتاثر لا الدربه لا تبارك الرحمن لا اله الا الله زين قول شيء يعني عشان الناس ما تعطيك كذب عليك اقول ايش ما دربه ولا شيء هذا هو صوتي يعني ما أديت ولا شيء انك انت حتى قبل الحفله حتى قبل اي شيء ولا الحفله ولا بعد الحفله من متى عندك هذا الشيء من زمان ما شاء الله لا اله طيب نقول ان اكيد كثره وجود الفنانين الحين قد يكون لك عليهم بعض الملاحظات هل بسببهم ام بسبب اللحن ام بسبب الكلمه عيد السؤال شلون الفنانين لك عليهم ملاحظات باللي قاعد يأدونه لا مو ملاحظات بس يعني هم يعني كثر الله خيرهم قاعد يحاولون يسوون شيء شنو اللي ظالمهم الكلمه ولا اللحن الاثنين يعني ما عاد عندنا كتاب ولا ملحنين نفسهم يعني يبي لنا شويه اهتمام بعد في لازم نقعد مع بعض لازم نتفاهم لازم نوصل الى حل لحد الحين عندنا اغنيه ما تموت الاغاني القديمه طبعا القديمة مثل شنو؟ يعني شوفوا أنا الأغاني اللي أنا غنيتها في بعضها أنا مو راضي عنها أول مرة تقول هالكلمة إيه؟ مثل وايد يعني في أغاني أنا غنيتها مو راضي عنها وايد من حيث شنو مو راضي يعني عنها؟ لحن كلام شيء لحن أو كلام راح يزعلون إذا قلت لا ما يزعلون بس وجهة نظر عادي بس كل واحد ورايه بس عندك أغاني ما تموت في يعني خلنا تذكر منها أغنية نسمع يعني مثلا لا تسأليني ما نسيت لا تسأليني مثلا هذه مثلا أغنية فعلا ما تنسي يعني حلوة ولها جوها يعني تبي تضحك أنا كنت أدرب صوتي بالتقديم على الكوبليه اللي بالنص كنت احاول تبارك الرحمن اوصل طبقتك علشان افتح من صوتي إيه؟ عشان اقدر اقدم ممكن هي مجرد انها تمرين للصوت خلنا نسمعها الحين هذا العود يبي له صف العود ايه لان العود لو صار جديده
لا يطيح الوتر. لا تسأليني عن زماني اللي نفات، زماني اللي نفات، ذاك الزمان اللي مضى مني طولا، ذاك الزمان اللي مضى مني طولا. لمن طرى لك بين ساعة وساعات، ساعة وساعات، بيني وبينك وقتنا دار حولا، بيني وبينك وقتنا دار حولا. كنت أحب هذه الأغنية، أحس أن لها جو، يعني طلعنا شوي عن المود لأنها يتفي وقت كان الرتم الخليجي وايد موجود، وحطينا فيها اللي هي الشغلات الشغلة الأسبانية اللي هذا لاي 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 لاي. ما فكرت تعيد نفس التجربة بس على أشياء ثانية؟ إيه ممكن ممكن، بس أحس أني كبرت عليها شوي. كبرت؟ العمر مو رقم، لا يقصر يعني عليكم. ما ادري هذه الاغنيه يعني تصحك شباب يعني. بس لحد الحين كيف تبارك الرحمن اديتها يعني حلو. هي لا على هي لها مناسبه، شوفي لها وقتها يعني، لها طريقتها ولها وقتها يعني، كل اغنيه لها وضع لها. لو كنت بالزمان القديم كنت تنقي اي اغنيه انت تختارها تكون باسمك؟ اي وايد. مثل؟ لا وايد. شنو 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 يعني؟ متى؟ كيفك، نرجع كثر ما تبي. رد ابيض واسود كويتي. يعني مثلا انا ادري من عشاق محمد محمد عبدو، اكيد انت من عشاق محمد عبد الوهاب. اكيد طبعا محمد عبد الوهاب. الكلثوميات طلال مداح الله يرحمه، في يعني مثلا عندك عوض دوخي الله يرحمه، في اغنيه لا اسمها انت انت يا غدار، هذه اغنيه حلوه. في سلو الكاعب الحسناء، في شكوى عتاب علي التونسية، في وايد أشياء حلوة. ليش ما تسربهم أغاني السنجل؟ ممكن كفي الملام. أي مثلا مثلا لي خليل الحسين. يعني في وايد علموك ما نسينا. مع أني غنيتها في جلسة يعني أستاذنا الكبير طبعا وجه له تحية عبد الكريم عبد القادر العم أبو خالد. يعني في وايد اغاني القديم ما يموت. ليش؟ لانه تعبوا عليه، لانه وظفوه صح، لانه قالوا اشياء جميله فيه، فكان الصدق والمحبه بينهم. روح للي كتب القديم، في منهم اسم الله عليهم وطولنا بعمرهم للحين موجودين. اي في ليش ما يتم التعاون؟ انا وقفت تعرفين يعني فتره، بس ان شاء الله الحين اذا رديت يعني راد ان شاء الله. عاد قريب ولا قريب؟ لا لا قريب 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 يعني قريب. أنطر قريب. الحصري يكون عندي لأول مرة. إيه طبعا إن شاء الله. أنا دائما معتمدة على كلامك. كامرين. نبي نسمع، إحنا بصراحة نوله على صوتك، فنبي نسمع ما مليته، لأن تويتر عندنا ما شاء الله ماخذ راحته. ما أدري بس خليني أتذكر كم شغلة عشان أقدر، حتى لو من غير عود شيء فالت بس أقدر يعني خليني أستحضر شيء كذي يعني. أيه أكثر شيء يعجبك، الأغاني اللي بالأصوات النسائية ولا الأغاني بأصوات رجالية؟ رجالية. تحب القرار أكثر؟ لا مو شرط. مو شرط يعني، في بعض القرار حلو وفي بعض القرار ما حلو. يعني مثلا لو نغني غالي غالي لو يبعد. أي مثلا لا ما تصلح لا قرار ولا جواب، تصير وسط لامعة أسمعها يعني مثلا. ميكروفونك. غالي غالي لو يبعد، مهما مهما يطول الصاد، شوفت الحبيب ساعة عقب البطان تسعد. غالي غالي لو يبعد،
أنا الذي أهواك عنا الصبر مقواك لو طالت الأيام كل يوم أقول يرد غالي غالي لو يبعد. رام عليك. يعني هذه من الأغاني الجميلة. رد الزمن يعني. هذه من الأغاني الحلوة. وفي بعد في وايد يعني عندنا تراث بالكويت، تراثنا ترى تراثنا الكويتي، يعني احنا اللي طلعنا الفن الخليجي. طيب نرد نشتغل من جديد. الحمد لله ديرتنا تتعب على انسان مو بنيان. ان شاء الله ان شاء الله تحصل ان شاء الله الفرص. ننطر ان شاء الله. حاول جاهد ان انا حتى لو اسوي برنامج خاص بابديت شيء، لا تقول الفكره ما ابديت عشان نسوي ابديت حق الامور الجديده. طيب لو ارجع بشكل شوي خفيف حق محمل الفن. نعم. جزء منه غنى وهذا سهل. نعم. جزء منه تقديم ومعلومات. تقديم وإعداد. اي. نعم. شلونك في الموضوع؟ في قصص وفي روايات، في اشياء وايده لازم. فهذه راح تكون راح تدخلك في متاهات اصل القصه هذه كذا. لا نقدر لو ناخذ بعض الاشياء. معك معدين؟ اي معي معد طبعا بدر الدعي ابو ناصر وجه له التحيه. ما يقصر، هو يعني مساعد معي، فان شاء الله يعني يعني راح نسوي اشياء وايد ان شاء الله حلوه. طيب هو بالنسبه لنا هذا اثبات وجود، وانه لازم نكون يعني لازم نكون قد تترك يعني بصمه لابد. لا لازم، لان هذا يعني اسس الوالد الله يرحمه رحمه الله عليه، فمو معقول ان نضيعه يعني كذي او ما نقدم شيء زين، فلازم نقدم شيء حلو. من ضمن اثبات الوجود الحفلات المهرجانات، وينك عنهم بصراحه؟ كان مهرجان القرين اوكي، نبي وجود أكبر طماعي. يعني هذا المهرجان الموجود اللي أنا دعوني ورحت، ما عندي مشكلة أي مهرجان عادي. يعني لو نقول أن الناس تعتب على منه، على الفنان ولا الجهة المنظمة، عشان يعرفون أنه هو ليش ما كان موجود؟ والله ما أدري شو أقول لك، هذا موضوع يطول شرحه، لكن إن شاء الله الآيات بإذن الله. إن شاء الله. نقول أن أكيد في عندك مخاوف بحياتك، خاف من شنو؟ خاف من شيء؟ من الوحدة؟ تخاف من الارتفاعات؟ تخاف من الطيارة؟ تخاف من شنو؟ الأسانسير ما أحبه. نفس الفوبيا اللي الأسانسير هذا ما أحبه صراحة. بالضبط. لأن مرة وقف فيني واحد. بس يعني إذا طيب لازم الواحد يضطر. يعني لازم. لازم تكسر الحاجز. اي لا خلاص كسرناه، بس انه يعني قبل ذيك الايام يعني نفس العثرات اللي بالحياه شلون تخطاها اذا صادفتك عثره؟ بالعزيمه. حلو. العزيمه اصرار. هذه هي يعني. زين نغني عشان نهدي، بدال اشوفك تشد دائما. ما تحب الهوى؟ لا. لا انت تحبين الهوى؟ والله اعشقه. هو حلو مو حلو، عندي احلى من التسجيل بس يوهق يعني. مرات واحد يذكر شيء وينساه. بالعكس لما تشوف لي عاده راح تحب شيء تقول انا قلت كذي. زين خليني اجهز لك بس شغله، في شغله بس ابي اراجعها. يعني لو تعطيني فاصل صغير. تبي نروح فاصل ونرجع على ما تجهزها؟ عشان بس اجهزها لك، لان العود مو مصفوف. حلو، لازم اعدله شويه. ورونا شيء حلو على ما نجهز الاحلى. We'll be right back.
نشكر تفاعل تويتر اللي فاق الخيال مثل ما يقولون. ما شاء الله، يعني لك حساب بتويتر؟ لا للاسف ما بعض يعني ما اهتم له يعني. ولا انستغرام؟ اوكي موجود بالاي صح، انا سويت لك فولو. فالحين احنا بس انستغرام، مالنا عندك فيسبوك اكيد لانه مربوط. سناب وانستغرام بس. ايميل؟ لا ما عندي. شلون؟ شنو ما يصير رابط هذيل بهذيل، لازم ايميل. ايميلي؟ اي ما ادري ما اذكره. وي لا احنا ربع بس الجيل عشان الانستغرام بس. بس تويتر مالك فيه؟ لا. لو تدري ايش كثر كميه الاغاني المطلوبه بتويتر، شيء مو طبيعي، شيء خيال. يعني تبارك الرحمن اللي قاعدين نقرا يدل ان لك مساحه صوت تقدر تغني كل اللي ببال الناس. الحمد لله. لكن يظل ان في شيء يستهويك ما تغني الا هو. هو القديم طبعا، اشياء يعني التراث القديم اللي تربيت عليه وانا طفل. يعني هذا احبه، والتراث. في بعض اغاني حلوه مثلا يعني حتى في السبعينات اول الثمانينات في بعض اغاني حلوه. زين اطلب اغنيه اذا كنت حافظها. نيتكم وايد حلوه هذه اللي تحطونها. الليله؟ اللي الليله هذه اللي هي اعتقد رسائل. اعتقد مو تعطينا اياها من نفس المقطع؟ اي ان شاء الله. توقعت ايش تطلبين؟ وقالت لي
لله في ليلة زي ذي الليلة عرفته بسمة وفجري وليلة زي ذي الليلة وهبت بالأمل عمري في ليلة زي ذي الليلة عرفتك بسمة وفجري وليلة زي ذي الليلة وهبتك في الأمل عمري ويا ريت البسمة ما كانت ولا الإحساس يا ريت الدنيا خانتني وكل الناس ولا خنتي هوايا انتي ولا قلتي لا. بسم الله عليك تبارك الرحمن. يعني قاعدة أحس أنه تحس كل كلمة حتى لو ما كنت تعانيها. لا هي لازم تحس فيها. يعني اللحن مرات هو يعني في بعض الملحنين هم مطربين لما يغني اللحن ولما يلحن يقدمه حق المطرب يقدمه بطبق من ذهب ولا تفضل يعني انت بس عليك تغني لانه عارف الطبقه لأنه عارف وعارف الدنيا لان يعني هني الفرق بين الملحن اللي صوته جميل وحلو وفي ملحن لا في بعض الالحان لا هي تفرض نفسها في كلام قوي وحلو جميل يعني يفرض نفسه. وينك انت من عالم اللحن؟ انا لحن اوكي ألحن بس ماني مهتم بالتلحين. ليش؟ ما أدري ما يعني حاولت ألحن بعض يعني طلعت معي مثلا شيء غريب لحني في شريطي في أحد الأشرطة اللي أنا غنيتها في ضامي حنين الكلام كان جميل والفكرة وطلعت معي كذي ولحنت فكانت يعني عندي الموهبة التلحين ممكن ألحن بس ما اهتمت فيه حبيت أني أكون مطرب أكثر. حلو. أنا كان يمكن طلبي أو في بالي أغنية كنت وايد أحب أسمعها وسمعتها منك مرة وسمعتها من الوالد الله يرحمه ووالدي الله يرحمه كان يحبها لأن والدي ووالدك كانوا أصدقاء بشكل كبير جدا. طبعا فش رأيك نعيد الذكرى إذا كنت حافظ يا علي؟ شنو هي؟ يا علي؟ صوتت بالصوت الرفيع. هذه من أجمل الأغاني على فكرة الأغنية هذه السهل ممتنع يعني تسمعينها حلوة لكن لما تين تغنينها صعبة صعبة وفيها ضغوطات غريبة وعجيبة ونفس يعني الضغوطات اللي موجودة مع النفس مع الإيقاع يعني فيها ترحيل على صعبة بس لازم تحفظها وانت يعني متأكد منها يعني مثلا يا علي صوت به صوت الرفيع يا مرا لا تذب بين القناع طوعوني وانا ما كنت وطرحوني وانا اقر من شجاع الله يعني هذه من الله الله الاشياء ما ودي الليله تخلص الصراحه لان صدق الاشياء التراثيه فيها كميه يعني مجهود عجيب فيها شيء غني غنيه يعني تحسين فيها شيء غني مليانه الجمله مليانة الكلام له معنى كبير وحلو يعني ما يتعوض في جيل ما يتعوض الجيل هذا جيل الستينات والسبعينات والخمسينات ما يتعوض
وبينا جيل اللي قدام يقول لك التسعينات والألفية. لا لا لا، يبقى الأساس، يبقى الأساس. معلش لا يعني. طيب بما أن احنا دشينا على الويك أند الخميس، لك طلعات من البيت، تروح سينما، تروح مسارح، تروح هالأشياء؟ أنا بيتوتي. بيتوتي. ماني يعني. دوانيات. دوانيات إيه ممكن طبعًا. ديوانيات مثل الأربعاء الخميس، في مثلا يعني في ديوانية الخميس، في ديوانية الأربعاء، في ديوانية كل يوم. وين؟ ما خلصت، ما انقرضت هالديوانية لكل يوم؟ هذه مؤذية بالنسبة حق الزوجة على فكرة. أنا للحين ما الحمد لله فري. الله يكثر حبايبك يا رب. سامحنا كان تعبناك الليلة. لا بالعكس، بس من شوقنا لك أكيد. أنا جدا سعيد، جدا مستانس وفرحان معاكم في جلستكم هذه الطيبة، وفي البرنامج الراقي الجميل الحقيقة. يعني فعلا وجودك لا طلع غير، يعني أنا حاس في شيء حلو بالناس اللي مثلك وشرواك. يعني مع احترامي طبعا، بس يعني غير البرامج الثانية أحس لها لها لا شيء حلو، وفي البساطة وفي الشيء الجميل. يعني تدري ليش؟ أشكركم كلكم، لأن على القناة الأولى على الكويت مو على أي طبعا. أكيد. وطبعا أشكركم كلكم. يسلمك. وأشكر طبعا كل الشباب الموجودين. الشكر موصول لكل من عمل، وشكرا لك على تلبية الدعوة. الأبطال اللي واقفين الحقيقة يعني ما قصروا أنك تكون ويانا الليلة. مشكور. ونتمنى أن أنت عاد مذيعتنا المبدعة. يسلمك يا رب. وأختنا الغالية، وأنت متألقة دائما. يسلمك يا رب. والحقيقة أنا من أشد المعجبين في 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 إبداعك الحقيقة. أنت إنسانة يعني يسلمك، من المذيعات اللي نفتخر فيهم في الكويت. ترى استحي من الحكي الحلو. سلامي أمانة حق عبد الرحمن إن شاء الله، والأهل كافة. حاضر حاضر. ونتمنى لك ليلة سعيدة، وسامحنا على القصور. العفو. استمتعت معاكم. نتمنى أن تقضون ليلة سعيدة إن شاء الله. لكن قبل لا تروحون أكيد بتعرفون السينما شنو فيها، عشان تحضرون حق باشر. جدولوا يومكم، ترى ما عاد في عند الشباك تحجز وتدخل. لا تسوون زحمة لأنك ما راح تلقى حجز.